السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مادة الفقه للصف أول متوسط. عنواننا اليوم الدرس صلاة العيدين. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خير منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، يقصد العيدين. طيب، صلاة العيدين، ماذا يعني لك العيد؟ العيد يقصد هو زيارة الأقارب، المحبة، صلة الرحم، هذا هو العيد والفرحة والبهجة على المسلمين. العيدين عند المسلمين، أعياد المسلمين، أعياد ربانية شرعها الله لهم ولم يشرعوها من عند أنفسهم، ولهم وليس لهم إلا عيدان فقط، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. لأن كثير الآن خرج لنا أعياد كثيرة ولم يسنها الله تعالى، مثل عيد الأم، عيد الحب، عيد رأس السنة، هذه لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. أما المسلمين لهم عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، هما يأتيان بعد إيش؟ بعد أداء طاعة ليكون بمثابة الجائزة والفرحة والجائزة، لأن الله سبحانه وتعالى بعد قضى العبادة طاعتهما ناسب أن يجزيهم بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. والفرحة بنعمة الله علينا إكمال الطاعة وإتمامها، فيحصل في هذين العيدين الفرح والسرور وصلة الأرحام والجيران والإحسان إلى المحتاجين. طيب، من مظاهر العيد، العيد في الإسلام مظهر من مظاهر الفرح والسرور وتناول الطيبات والمبيحات، ولذلك ينبغي للمسلم أن يظهروا الفرح والسرور في العيد، ويلبسوا في أحسن الثياب، ويصلوا في الأقارب والأصدقاء. طيب، معنا تمرين جماعي، نرى في العيد مظاهر حسنة ينبغي المحافظة عليها وأخرى ينبغي البعد عنها، وقسم الصف إلى مجموعتين. طيب، نبغى نذكر من المظاهر الحسنة في العيد. أولاً، الغسل يوم الجمعة. طيب، المظاهر التي ينبغي عنها عدم الاهتمام بالنظافة. المظاهر الحسنة في العيد لبس الملابس الجديدة. المظاهر التي ينبغي البعد عنها اللعب بالألعاب النارية المؤذية. المظاهر الحسنة في العيد تبادل الذهاب لصلاة العيد وترك صلاة العيد أو التأخير عنها. المظاهر الحسنة في العيد تبادل الضيافة والسلام وصلة الرحم، والمظاهر التي ينبغي عنها الإسراف في الطعام. طيب، حكم صلاة العيدين. صلاة العيدين فرض كفاية واجب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم إن تركها ولم يعلم أنه تركها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، واضب عليها الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أعلام الدين وشعائره الظاهرة، ولا ينبغي للمسلم التخلف عنها إلا بعذر يمنعه منه. الحكمة من مشروعية صلاة العيدين. صلاة العيدين مظهر من مظاهر شكر النعم على إتمام الصيام والحج، فإن الله من على عباده بهاتين العبادتين، فناسب عند الانتهاء منهما أن يشكر المسلم ربه على إتمامهما والقيام بهما، فإن هذا فضل من تفضيل به على عباده، من فضل الله تفضيل به على عباده. طيب، نبغى نأخذ وقت صلاة العيد أو العيدين، متى نصليها؟ يبدأ وقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس بعد صلاة الفجر قدر رمح، أي بعد بربع ساعة تقريبا من طلوع الشمس، وينتهي وقتها عند زوال الشمس. طيب، نأخذ صفة صلاة العيدين. صلاة العيدين ركعتان،
بلا أذان ولا إقامة يجهر فيهم الإمام بالقراءة. واحد، يكبر في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يكبر 6 تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني مع تكبيرة الإحرام تكون 7، ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات، ثم يتعود ويبسمل ويشرف في القراءة. الركعة الثانية، يكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال 5 ركعات 5 تكبيرات، ثم يتعوذ ويبسمل ويشرع فيها القراءة. 2، يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة سورة سبحة، وفي الأولى الغاشية، وفي الثانية يقرأ سورة قاف، وفي الأولى سورة القمر. فإذا سلم الإمام صعد على المنبر فخطب خطبتين، يجلس بينهما جلسة خفيفة كما يفعل في خطبة الجمعة. طيب، موضع صلاة العيدين، سنة أن تصلي صلاة العيدين في المصلى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صليت في المسجد فلا بأس. طيب، سنن العيدين. سنن العيدين، 1، الغسل في العيد وقت ثبت الغسل في العيد وقد ثبت هذا من فعل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعن نافع رحمه الله عليه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المسجد. 2، أن يتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد. 3، أن يأكل قبل خروجه إلى المسجد. في عيد الفطر تمرات، والأفضل أن تكون وترا، ويقصد فيها وترا أن تكون عددا فرديا. أما عيد الأضحى فالأفضل لمن أراد أن يضحي يوم العيد لا يأكل حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. 4، أن يخرج إلى العيد ماشيا وعليه السكينة والوقار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويعود ماشيا. 5، أن يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر، لحديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. 6، يستحب للمأموم التكبيرات إلى المصلى يوم العيد بعد صلاة الصبح، أما الإمام فيستحب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. طيب، لدينا سؤال هنا، تأمل الحكمة من مخالفة الطريق عند خروجه من صلاة العيدين. ليظهر شعائر الإسلام في كل الفجاج وكل الطرق، يعني رجع من طريق يسلم على ناس، ثم يرجع من طريق آخر ليكرر السلام والصلة إلى ناس آخرين. طيب، التكبير المطلق والمقيد. يسن التكبير ليلة العيد، ليلة العيدين وعشر ذي الحجة وأيام التشريق، وهما نوعين. التكبير المطلق هو الذي لم يقيد بوقت محدد، ويبدأ في عيد الفطر من غروب الشمس ليلة العيد إلى بدء صلاة العيد، فيكبر في الليل وفي الطريق وإلى المصلى وأثناء الجلوس وحتى أثناء حضور الإمام. ويكبر التكبير المطلق في 10 ذي الحجة من غروب الشمس ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، وهو أيام 13، ويكبر في هذه الأيام في الأسواق والبيوت والمساجد وغيرهما، ويجهر بها النساء ويجهر بها الرجال من دون النساء، أي النساء ما يكبرن لأن أصواتهم عورة. الثانية، التكبير المقيد، وهو المقيد بأدبار الصلوات المفروضة المؤيدة في جماعة، ويبدأ في حق غير المحرم بالحج من صلاة الفجر إلى عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وفي حق المحرم بالحج حق المحرم بالحج يبدأ من صلاة الظهر يوم العيد إلى العصر آخر أيام التشريق.
وهذا فيجمع في يوم عرفة وما بعده من أيام العيد التكبير المطلق والمقيد. صفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طيب توجيهات: إذا أديت صلاة العيد في المصلى فيجلس من حضر الصلاة من غير تحية، أما إذا أقيمت الصلاة في المسجد فلا يجلس من حضر الصلاة حتى يؤدي تحية المسجد. 2- ينبغي للمصلي أن يشغل بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح حتى يدخل الإمام إلى الصلاة. ونكون هنا وصلنا إلى آخر درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.